السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه؟ المرأة ليست من أهل الزيارة للقبور لأنها ضعيفة سريعة التأثر قوية العاطفة، فيحصل في زيارتها من المنكرات ما جعلها غير مأمورة بزيارة المقبرة، بل هي منهية عنها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها لزيارة المقبرة قاصدة لها. أما إذا زارت المقبرة عرضا مثل أن تمشي إلى حادث لها فتمر بالمقبرة فتقف وتسلم على أهل القبور فإن ذلك لا بأس به، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تدعو به إذا زارت القبور. وهكذا نقول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تقصد زيارته عرضا قصدا أوليا، ولكن لو مرت من هناك مارة بمقدم المسجد فوقفت عند القبر وسلمت عليه فإن هذا لا بأس به، ولكن ذلك مشروط لئلا يخشى منه الفتنة وألا يكون فيه مزاحمة للرجال، فإن كان فيه مزاحمة للرجال أو خوف فتنة فإنها تنهى عن ذلك، والله أعلم.